بأجوائه السرية وإشاراته الغامضة. الليل عالم مجهول يغلفنا ويؤثر فينا، منه تخرج كل المباهج والأحلام. في الليل تخرج الأشباح والكوابيس. اتبهدلنا وايد، الناس الحين ما عادوا يحترمون الأشباح. وفي الليل أيضا يخرج اللصوص من أوكارهم. تحت ضوء القمر يتبادل العشاق العواطف الملتهبة. ليلى! قيس! ليلى! قيس! ليلى! 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 لا! لا! أخ! أخ الوصيد اللي نصحني أسوي اللون! هذا ثاني عاشق يموت الليلة. البعض يمارس هوايته المفضلة في مثل هذه الليالي.
والبعض الآخر يبتعد عن الضجيج ويلتمس الهدوء ليذاكر دروسه ويخطط للمستقبل. عذبة شوي. بطل المذاكرة، أصير مجرم أحسن لي. والآن دعونا ندخل هذا البيت لنشاهد ما يفعله سكانه في هذا الوقت. من انت؟ انا مصور تلفزيوني، نبي نصور كم مشهد عندك. ومريت على مخولك؟ ويه، تعرفيني لا احب امر عليها ولا اشوفها ولا اسمع اخبارها. مخولك مره زينه وطيبه، ما قد سمعني شيء من اللي زعل. ويه، انت اللي على نياتك ولا تذن عن شيء. ليش؟ ايش قالت؟ سوت؟ ويه، انت تعرفيني ان انا ما احب العقرب تاتا. بوي لا بقول لك، ما تدين من خالد وين راحت؟ وين راحت؟ وش سوت؟ سوت بحال؟ وش شرعت؟ شنو؟ وليد، ايش رايكم ان تناقش في قضيه الشرق الاوسط؟ ايش قلت؟ ما قلت شيء. اقصد ايش رايك ان تناقش؟ يبا ترى انا قاعد اكتب دروسي. انا ما باخذ من وقتك الا 3 ساعات بس. تفضل قول. يا وليد، احنا نتعرض لهجمه امبرياليه شرسه. وين رايح؟ وراح اشرب ماي. بس لا تتاخر. أنا مبط شبدي إلا شامير، شايب وقصير بس خبيث. يمكن تستغربون ليش ريال مثلي ياخذ راي ولد صغير في هالمسائل. أنتوا ما تعرفونه زين، هذي ولدي وأنا عارفه. صدق إنه هو صغير بس عقله كبير، يفهم في السياسة وعلم النفس. أصلا هو اللي وليدي. ايش فيك؟ بكتب دروسي. ليش ما تكتب في حجرتك؟ ابوي. ايش معنى؟ قصدي ايش فيه؟ كله يتكلم في السياسه، والله خاف يوديني في داهيه. يمه، ابوي وين يشتغل بالضبط؟ تعالي وياك. مساء الخير. مساء النور. شلونك الليله يا خيشه؟ انا 1000 مرة قايل لك لا تناديني بهالاسم. اسف نسيت. شو تحب تشوف الليله؟ ولا شيء، ابغى افكر. اترك عنك التفكير ولا تشيل هموم الدنيا على راسك. واللي سلمك خلي في حالي. ما يصير، مهمتي أسليك، يعطوني راتب علشان أرفه عنكم. شوف هالفيلم الممتاز.
راح أذيك. أنا الشبح. شبح؟ يعني شنو شبح؟ الشبح يعني واحد ميت. أنت ميت؟ إي نعم. أنا أسف. إيش تبغي مني؟ بصراحة ما أدري، أنا كنت طاير في الهواء وفجأة لقيت نفسي هني. يعني مضيع. ممكن تقول كذي. وش أقدر أسوي لك؟ تدليني. وين؟ على المكان اللي أبغى أروح له. وين تبغي تروح؟ ما أدري. أوه هاي، إيش فيك أنت؟ ما تدري بشيء؟ ها؟ أنا ضايع. أجيب لك شيء تاكله؟ لا. ها؟ ويا منو تكلم هيثم الحسن؟ لا تسوي سريال، إذا ياكل جوكر عطني إياه، زين؟ هيثم؟ هاي بقى. يبا؟ ما قلت لك لا تسهر وايد؟ شن قاعد أكله الحزة؟ من هو يا أبوك هذه اللي جالس تلعب وياه؟ هذه شبح. هذه أبوي جبان، مين تشوف شبح يدوخ ويطيح مكانه. العب، لا تغش ولا تخلبني، لازم أنا كله غالب. لعب. ألو. أهلا حبيبتي، شلونك؟ ولا احنا عليك، من زمان ما شفناك. ايش دعوة عاد؟ عندك تلفون اتصلي؟ اي، او حتى طرشي رسالة. المهم المهم، ايش اخبارك؟ صدق والله قميصك كان حلو. شكرا. سمعتي شريط عمرو دياب الجديد؟ لحظة 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 نجلبنا، في واحد فضول هني أبغى أتفهم معه. نعم آمر، إيش تبغي؟ ليش تتنصت علي؟ تدخل علينا بدون استئذان تبغى تسجل أسراري؟ مو من حقك تتجسس، أنت ما تعرف أن لكل واحد أسرار خاصة؟ هاي وقف وقف، وين بتروح؟ اول قولي ليش تصورني وتسجل اسراري. انا قلت لك تعال صورني، ها؟ انت طلبت مني وانا وافقت، جاوبني. الو الو، هلا نجلان، اسف حبيبتي على التاخير. المهم وين وصلنا؟ وليد وليد، عندي موضوع ابي اخذ رايك فيه. يبا الوقت متاخر وبنام. انا ما ابغى اعطلك وايد، إيه بس خلنا نتفاهم. نعم انت ذكي وتفهم وتقدر تساعدني في حل هالمساله. اي مساله؟ شيء محيرني من زمان. يبا قول بسرعه، ترى الوقت متأخر وبنام. المسلسل اللي نشتغل فيه تعتقد بعجب النقاد ولا لا؟ كات. يوم آخر، حتى الآن لم يحدث شيء غير عادي. الأب يحلم، واضح أنه يرى كابوساً. هذه مو أول شكوى ضدك، أنا ما أقدر أهد أشغالي وأجاب المشاكل اللي تسويها. أبغى أفهم ليش تسوي كذي؟ متى تعقل؟ أنت مو ياهل علشان ننصحك، لازم تفهم بنفسك الصح من الغلط. عندك إياه يستاهل، هذا هو كله يستحمق علينا،
عسى ما نطلع عنده مسطره والله شيء الا شفي النشب. خيشه، كم مره قايل لك لا تيجي الشغل متاخر؟ الاب ينهض من نومه والابن يستعد للذهاب الى المدرسه. وين الباب؟ وين وديت الباب؟ طلع الباب احسن لكم. وليد يا وليد يا وليد، انت ريال ما تحس ولا تهتم الا بشغلك. اهملتني واهملت بيتك، تبقيني اصبر؟ صبرت وايد، تعبت وانا اصبر، مليت وانا اصبر. وانا قررت وما بتراجع عن قراري، انا لا يمكن اعيش معاك، بروح بيت ابوي وباخذ عيالي معاي. ارجوك ما ابغي اشوفك مره ثانيه، انت فاهم؟ استاذ اقرا بصوت واطي يا اخي. حسبي الله على اللي يكتبون المسلسل، ساعه يخلوني موظف مسؤول وساعه خباز. بناو للمحافظة على نعومة بشرتك استعملي صابون الوردة الحمراء. شباب انتبهوا، بعطيكم مسألة وبكتبها لكم على السبورة، واللي يحلها بعطي إجازة يوم واحد. يوم واحد؟ يوم واحد الخميس. وصلني الملعب. ملعب نخل العام انا تكسي. اقول لك انزل يا منير، تحرك يا ولد. لحول الله. الله بالخير ابو وليد، ايش فيك ما ترد علي؟ كأنك زعلان علي. إذا أنا غلط عليك ولا شيء قولي، أنا يارك رفيجك. ولا مرة طلعت لي في حلم وشفت خير. حلم؟ شعن التحكي. وهذه دليل إنك تكرهني وليد، أنت مسخن. لكن عصر هذا اليوم حدث شيء غير عادي، شيء مفاجئ لم يتوقعه أحد، والذي سوف يغير مجرى حياة هذه العائلة. تفتح الشو، بتروح الرحله ولا لا؟ اكيد بروح. سوده ابوك ما اعطاك بيزات؟ لا بيعطيني. انا بسلفك. اوكي اقول لك بيعطيني. ايش دراك ان ابوك بيعطيك يا اخي؟ ابوي ولا ابوك؟ همش لا ابوك. Thank you.
خطأي، كان مفروض أستعمل حزام السلامة.